خلينا بقى نبدا مع حضراتكم اول اخبارنا، واكيد حابين نبدا باخبار ايجابيه ونتكلم عن مشروعات النادي الاهلي اللي عمل فيها زي ما بيقولوا كده مستمر على قدم وساق. امبارح بقى تحديدا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي قام بجوله تفقديه بفرع الشيخ زايد، ده كان برفقه عدد من اعضاء مجلس الاداره والمدير التنفيذي للنادي علشان يطمنوا على سير العمل في المشروعات الانشائيه اللي المفروض هتنتهي قريب خلال ان شاء الله الفتره المقبله. تضمنت الجوله دي بقى متابعه اعمال هنا التشييد، اعمال البناء الخاصه بمجمع صالات الاسكواش اللي المفروض هتضم 8 ملاعب بالاضافه كمان لصاله الكاراتيه. الحقيقه كانت جوله بناءه جدا، وتضمنت كمان جوله الكابتن محمود الخطيب واعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي متابعه كل الاعمال الخاصه باماكن الجلوس الجديده للاعضاء اللي هيتم تخصيصها طبعا لمتابعه التدريبات في كل الصالات الرياضيه المختلفه واللي بيجري العمل فيها على قدم وساق في الوقت الحالي من اجل الانتهاء منها في اقرب فرصه واقرب وقت ممكن. شملت الجوله كمان متابعه اعمال البناء في المنطقه المواجهه الاخرى اللي بتضم مبنى اجتماعي جديد وملعبين لاكاديميه كره القدم، بالاضافه الى عدد من المنافس اللي ان شاء الله هيكون من شانها تقديم افضل الخدمات التي تليق بكل عضو من اعضاء نادي القرن. ايضا استعرض الكابتن محمود الخطيب مع المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الاداره والساده المهندسين والمنفذين للمشروعات الجديده المخطط الانشائي العام للمشروعات الحاليه والمستقبليه في فرع النادي بالشيخ زايد من اجل دراسه الوقت الزمني المطلوب لانجازها في اقرب وقت بشكل يتناسب مع طموحات كل اعضاء النادي الاهلي.